كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم وعيد مولد نبوي مبارك، ان شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه يا رب. احكي لنا شوي عن التحضيرات اليوم لعيد المولد النبي الكريم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. هلا مثل ما بتعرفي سوق الميدان له خصوصيته له عجقته، فكل الاعياد لها رونق ثاني بهذا السوق. ففضل رب العالمين نعاد عليكم بالصحة والعافية. عيد المولد النبوي له خصوصيته، له زينته، له بهجته، له عجقته. بتحسي ببهجة عيد المولد النبوي، اللهم صل على النبي، من عجقة الناس، فرحة الناس، بياعين الملبس، بياعين السكاكر، بياعين المحلاية، بياعين الحلو، هالشغلات هي كل واحد بيقول لك بيشتري شغلة بيقول هي على روح النبي، هي كذا، هي يعني هي الألفة، هي المحبة، هالعجقة، هالفلكلور هاد. بتحسي بسوريا بدمشق بسوق الميدان هي بهجة، يعني نحن السوريين نتباهى فيها والله. كل عام وانت بخير، اليوم عم نجهز لعيد المولد النبوي الشريف. كل عام وانت بخير. ثلاثة ألف خير يا رب. كيف تحضيرات لعيد المولد النبوي؟ تحضيرات حلوة إن شاء الله، صرنا يومين عم نجهز ونزين لعيد مولد النبي الشريف ونظبط الحلويات، ركز الحلويات كان نظبطه ونجهزه. وانت بخير إن شاء الله. تحكي لنا عن التحضيرات لعيد المولد النبوي؟ هلا نحن قبل ثلاث ايام بنحضر عيد المولد النبوي، بنساوي السكاكر، بنساوي الملبس، وبنزين وبنركز الامور قبل ثلاث ايام، بنجهز وبنزين هون الشوارع، وان شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم. كل عام وانتم بخير. يبقى الف خير ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم الصحة والسلامة. كيف التحضيرات لعيد المولد الكريم؟ والله تمام، نازلين نسوى ملبس، بتعرفي انت، حليب، نساوي محلاي رز بحليب.